الشتي طبعا مش اقل من مترين كل الشتي. منذ فترة وإدارة كافة المخدرات ممثلة بمديرها وأستاذ الضباط يكونوا بمتابعة ظاهرة انتشار المخدرات في المحافظة، وبتركيز لهذه الجهود تم رصد مجموعة من الأشخاص يقومون بزراعة المخدرات وعملية إنباتها بالصورة اللي احنا شايفينها. تمت المتابعة الحثيثة من قبلهم، واليوم برفقة النيابة العامة تم ضبط ما ترونه من مخدرات أمامكم ما يقارب من 3000 شتلة، وإلقاء القبض على شخصين وجدوا بالمكان. سيتم إحالتهم إلى النيابة العامة والقضاء لأخذ المقتضى القانوني بحق الفاعلين. المنطقة هي منطقة حسب التصنيف تسمى منطقة سي. الهدف من وجودنا في هاي المنطقة هي لوجود هاي الأشتال، الأشتال القنب الهندي المهجن، وهي المزروعة في هذه البيوت البلاستيكية. اقتنى فيها بشكل جيد، وهي نقول يعني مش راح تأخذ وقت كثير حتى تقطف، لأنه في بعضها تقريبا جاهز. الفضل لله وفضل طواقم البحث والتحري في فرع مكافحة المخدرات في شرطة محافظة الخليج. مصيرها بأمر الله الإتلاف حسب القانون، تم إتلافها حسب القانون. بعد ما تأخذ الإجراءات القضائية بنأخذ أمر من القضاء والنيابة بإتلافها. بعض الضبط طبعا يتم التحرز على هاي المواد وحالتها إلى القضاء طبعا عن طريق النيابة العامة، وإحنا بنقوم بالتحقيق الأولي حسب ما بجد معنا شيء جديد. طبعا عن طريق النيابة يكون في تعاون ما بيننا وبينهم ان شاء الله.